وحتى لو تكلمت العربية لا مشكلة أبدا. في بالعكس أنا حصلت أحد الإخوة أظنه من دول الخليج قد يكون نعم. السعودي مجنس مشرف. أو مولود تكلم حتى معي باللهجة البدوية وهو من أرشدني إلى رقم الصندوق نعم. وبلغة عربية واضحة أمام الجميع. صحيح يا إخوتي لا تتوهموا الخوف. نحن قاومنا حافظ أسد المقبور وقاومنا بشار وما زلنا أبشع وأفظع أفظع مجرم صنعته البشرية أكثر من هتلر النازي وما خفنا. خايفين من أداء صوت الانتخابي؟ والله الذي لا يذهب وبمنتهى الجبن جبان. إياه أنا من الآن أقولكم جبان وورجيني رجولتك أمام الحرمة بس حتى أمام حرمتك اليوم إذا ما تروح على الانتخاب بسبب الخوف والجبن فهذا حقيقة عار على رجولتك وعار على عروبتك ودينك. انتبه روح أدي الصوت الانتخابي لمن تروه أنه الخير لهذه الأمة. لكن المجنسين العرب كان لهم موقف مشرف يعني لم يأبهوا أو يعبأوا بهذه الهجمات من أميت أصداء وغير أميت أصداء ومع ذلك ذهبوا للجان وأدلوا بأصواتهم وأظهروا حتى دعمهم على السوشيال ميديا لأردوغان واضح وقال يعني حتى لم يتحدثوا عن أن الاقتراع السيري وعن أنهم لن يكشفوا لمن صوتوا الكل ذكر صوتنا لأردوغان. أخي أمتنا أمة أسود ولكن فيهم ثعالب نعم ولكن قلة ولله الحمد. نحن نخاطب الخوافين لكن من فضل الله أمة العرب والمسلمين لا تخشى في الله لومة لائم وسندرب أولادنا وبناتنا على قول كلمة الحق وعلى إبداء آرائهم في السر حيثما تستوجب السرية وفي العلن حيثما تستوجب العلنية فما يحقق مصلحة الأمة هو الذي يجب أن نقوم به. أكرر لا تخشوا أحدا. أنتم لستم ذاهبون إلى معركة بالبوكس وبالسلاح وبالبلطجة أبدا. نحن ذاهبين إلى معركة انتخابية فيها ورقة وقلم وختم ما في شيء ثاني أبدا. صح. لا تخشوا. أنا أقولكم عن تجربتي الشخصية وتجارب الآخرين ونحن ضمن مجموعات فيها مئات الأشخاص. صح. الكل لم يتحدث عن مشكلة واحدة حصلت له لكن إياكم أن يكون في عبث بالورقة تخريب بالورقة حتى تكون غير صالحة أكثر أقل ما في. فأدوا أصواتكم بارك الله بكم.